بسم الله وكفى والصلاة على المصطفى وعلى آله أهل الوفاء. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. لن أطيل عليكم في المقدمة، فالسهرة وكل ما قلت فيها فهو في المقدمة. أكتفي أن أشارككم هذه المشاركة المتواضعة راجيا من الله ومنكم القبول. صلوا على محمد وآل محمد. يا أجمل قصيدة، يا أجمل قصيدة، وانشداها الكون. انت من القصايد والشعر أجمل، كون الشاعر اللي يكتب عليك أشعار. شاعر يستحي ومن هيبتك يخجل، لأن كلك حياة وعفة يا زهرة. وكل هذا الحيال بزينب يتحول، دورت الصحف والكتب والتاريخ، وسويت لحياتك بالشعر جدول. لقيتك أول انتي ومن قبل حواء، اسمك على العرش والنوح، اسمك على العرش وانوار يتحول. ومن اجلك خلق رب الخلائق الكون، وانت بالحنان اللي يدخل الاول. يا كوثر لقيتك ام حسن وحسين، حسين ما حاجة ادور عنك واسأل، ابوك المرسل وانتي ام ابوها. شلون شلون صعب المسألة وعقل الغاه اختل، واذا ام النبي والمرسل المبعوث، يعني انتي اكيد بمنزلة مرسل. يكفيك الفخر سورة انت بالقرآن، وجبريل بعظمته بسورتك رتل. يا لعمرك صغير ودوخت الكون، عمرك اعتقد من هالعمر اطول. سن الثمنتعش بس هيبتك تاريخ تاريخ تاريخ. يا أفضل نساء الكون على الإطلاق، منك ما لقينا من النساء أفضل. مفراح وسعادة الملك جبرائيل يوم طه وخديجة بمولدك أقبل، ومن شالك محمد بيده يا زهراء. بسم الله الرسول القصة تقبل. صلاة
يا العايش عمرك بالحسرة شاركنا بميلاد الزهرة وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها. جوابك وياي هذا جواب طويل راح اقتصر عليك. شارك معاي لا تشغل تفكيرك بيها. يا العايش عمرك بالحسرة شاركنا بميلاد الزهرة وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها لا تشغل تفكيرك بيها لا تشغل تفكيرك بيها. بين فاقي المحافل هاتف القدرة ينادي ليلة مولد الوديعة فاطمة بضعة الهادي واللي يريد اليوم حاجة للدعاء يرفع عيادي. يا المؤمن والباري يريدك تطلب منه وترفع ايدك كل دعوة الباري لبيها لا تشغل تفكيرك بيها. يا العايش عمرك بالحسرة شاركنا بميلاد الزهرة وايام راحت خليها لا تشغل تفكيرك بيها هلا لا لا تشغل تفكيرك بيها لا. ادعو ربك واحنا مثلك ندعو ونواصل دعانا نصيح يا رب الجلالة نكتف وتسمع ندانا. ادعو ربك واحنا مثلك ندعو ونواصل دعانا نصيح يا رب الجلالة نهتف وتسمع ندانا. يلي تقبل دعة المؤمن قبل ما ينطق لسانه دعوتنا الخالق يسمعها وامتنا على الحق يجمعها هالأمة الخالق يحميها. شنو شنو لا تشغل تفكيرك بيها لا تشغل تفكيرك بيها لا تشغل وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكيرك بيها لا تشغل. يا إلهي بجانب انت المصطفى البيغ احتفلنا شافي مرضى المؤمنين وشافي يا ربي عللنا. يا إلهي بجانب انت المصطفى البيغ احتفلنا شافي مرضى المؤمنين وشافي يا ربي عللنا. ولا تراوينا مكاره بالدهر ناتج فعلنا وش ما زادت بينا العلة عند الخالق هينا وسهلة حلتنا الباري شافيها لا تشغل تفكيرك بيها وايام الراحة تخليها لا تشغل تفكير لا تشغل عليك نقسم. يا إلهي بمولد الطاهرة البضعة
بلطفك ترجع الأسرة والشمل بيهم تجمع. يا الله عليك نقسم يا إلهي مولد الطاهر البضعة، بلطفك ترجع الأسرة والشمل بيهم تجمع. كل أسير مفارق أهله، كل أسير مفارق أهله للأهل سالم ترجع. كل أسير مفارق أهله للأهل سالم ترجع. موعد رجعتهم ننتظر، تكمل بالموليد البشرى. ربنا الأسرار رعاها، لا تشغل تفكيرك بيها، وأيام الراحة تخليها. لا تشغل، لا تشغل ليلة ميلاد الوديعة بضعة الهادي نبينا، وبفضلها يا إلهي بالرزق وسع علينا. ولا تخلينا نصير بحاجة لما رحم بينا، لا تخلينا نصير حاجة لأبو دينار طقة الربعة. الليلة ميلاد الوديعة بضعة الهادي نبينا، وبفضلك يا إلهي بالرزق وسع علينا. لا تخلينا نصير بحاجة الما رحم بينا، ربنا الهلوادم يرحمها، بيد الأرزاق يقسمها، يعلم بالحالة ويدريها. لا تشغل تفكيرك بيها إلهي. يا الله شافي كل مريض ورد كل غريب، وفك كل غسير، ولا سيما الرموز والأبطال والمجاهدين. اللهم فرج عن سماحة الشيخ علي سلمان. يا الله يا الله يا الله يا الله، ارفع يدينك ارفع يدينك. يا الله يا الله يا الله يا يا الله غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.